وقوف وتصفيقات على العرسين الذين نتمنى لهم زفافا سعيدا مليئا بالسعادة والهناء والرخاء. الهناء بالسعادة بالرخاء والبنين لكل العرسان، عرسان شبكة تازة التنموية، عرسان مدينة وإقليم تازة. حضور كريم وتحية لكل من ساهم في هذا العمل الجليل. Thank you.
الغازل. ليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ممثل السيد العامل القائد سيد القائد المقاطعة الحضرية الثالثة، الإخوة البرلمانيون والمنتخبون، الإخوة أعضاء المجلس البلدي والمجلس القرعوي، إخواني رؤساء وأعضاء الجمعيات التازية، إخواني وأخوات أعضاء شبكة تازة التنموية، باسمكم باسم شبكة تازة التنموية أعضاء وجمعيات منخرطة متعاونين ومساندين
متتبعين ومتعاطفين، وباسم جميع الشركاء والمساهمين نرحب بكم في أول زفاف جماعي بإقليم تازة، وفي أمسية صيفية نتمناها مباركة للاحتفاء بأبناء تازة في زيجة جماعية أولى على مستوى إقليم، ونتمنى أن لا تكون الأخيرة بل أن تكون مؤسسة لزيجات أخرى تتبعها، وأن ننخرط كلنا في تأصيل هذه البادرة بالإقليم تعزيزا وتثبيتا لقيم التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي. يأتي تنظيم هذا الحدث الأول من نوعه بتازة اعتمادا بالأساس على دعم ومساندة وانخراط المجلس البلدي لمدينة تازة والمجلس الإقليمي وعمالة الإقليم في شخص السيد العامل، إضافة إلى دعم ومساندة ومساهمة القطاع الخاص وعلى رأسه شركة الهمس للبناء والتجهيز وبعض الفعاليات المدنية. فلا يسعنا إلا أن نقف احتراما وتقديرا لكل جهد ولكل مساعدة مهما كان نوعها أو حجمها أو قيمتها. الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نشكر ونقدر مجهودات ومساهمات عمالة الإقليم، المجلس البلدي لمدينة تازة، المجلس الإقليمي لتازة، شركة الهمس للبناء والتجهيز، مؤسسة التعاون الوطني، الوكالة الحضرية بتازة. كذلك نشكر الأمن الوطني وكل المحسنين الذين آثروا إلى أن يساهموا مع أبناء وبنات الإقليم. أيها الحضور الكريم، يأتي تنظيم العرس الجماعي بتازة انسجاما منا كاتحاد لجمعيات الإقليم مع الطموحات المعلنة لحظة التأسيس، وبحثا منا على خلق تنشيط اجتماعي ثقافي بالمدينة في أفق إقناع وتحسيس الكل بضرورة وضع تازة فوق كل اعتبار وخدمة المواطن التازي اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا ورياضيا دون الانتباه إلى ما يفرقنا، بل التركيز كل التركيز على الصالح العام. نهدف من وراء تنظيم العرس الجماعي بتازة إضافة إلى تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي إلى إعادة الاعتبار إلى التراث المحلي عبر الاعتناء بالتراث المادي واللامادي. لهذا آثرنا تنظيم طقوس الحمام والحناء الخاصة بالعرائس بالمدينة العتيقة بدروبها وأزقتها وحماماتها، وحاولنا قدر الإمكان الاعتناء بالفولكلور المحلي المتنوع والغني. نهدف على المدى المتوسط من خلال تنظيم الأعراس الجماعية السنوية إلى تنشيط السياحة الداخلية، وهذا في إطار بحثنا الدائم على تفعيل توصيات ومقترحات النسخة الأولى من ملتقى تازة الدولي للتنمية المحلية المنظم صيف سنة 1909 تحت شعار السياحة دعامة للتنمية المحلية. لهذا نرى أن مبادرة العرس الجماعي يجب أن تستمر وأن تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع التازي، وأن نرقى جميعا بهذه البادرة إلى مستويات كبرى تضاهي ما هو معمول به في مدن أخرى. أيها الإخوة الكرام، شبكة تازة التنموية إطار فيدرالي منفتح على كل مكونات المجتمع المحلي من جمعيات وشخصيات مدنية، نعتمد مبادئ التطوع، التضامن، التكامل والشفافية في ممارستنا، إضافة إلى تفعيل الديمقراطية الداخلية والتشبت بمبدأ المحاسبة كطريق نحو الرقي بممارستنا. نريد التأسيس لممارسة جمعوية تنموية جديدة نعتمد في الأساس على التضامن كقيمة دافعة ومؤطرة، ونحاول جاهدين الابتعاد عن كل ممارسة جمعوية غير مخطط لها، مستفيدين في ذلك من دروس الحقل الجمعوي في ممارساته أيام كان التطوع هو المحرك الأساسي، ومتفهمين لظروف الاشتغال في عصر التكنولوجيا المتطورة وما تصاحبها من مزايا وسلبيات. السيد القائد ممثل عام الإقليم، السادة رؤساء ومندوبي المصالح الخارجية، السادة أعضاء المجلس البلدي والمجلس الإقليمي، أخي البرلماني، إخواني المنتخبين، إخواني رؤساء وأعضاء جمعيات المجتمع المدني، الحضور والضيوف الكرام، باسمكم وباسم تازة المدينة
تازة الإقليم، نبارك لأبنائنا وبناتنا الزفاف ونتمنى لهم الهناء والرخاء والبنين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلاسيكية. شكرا للأخ الكبير حراق رئيس شبكة تازة التنموية. سهرنا هذا اليوم سيطول ويختلط فيه العصري بالتقليدي بالأصيل. معنا في هذه السهرة الأستاذ العزيز علينا أستاذ عبد اللطيف بناني، ثم سيكون معنا في هذه السهرة كل من الأخ فيصل أو أوركسترا فيصل، ثم الفنان رشيد، ثم الفنانة نادية الودغيري، ثم الفنانة أميمة الأزرق، ثم الإخوة تبوريدا، ثم جيل الوصل والنقفات بطبيعة الحال مع العرائس. والآن فليتفضل الأخ عبد اللطيف بناني للمنصة ليلقي أغنية. السلام عليكم جميع من جديد، وما غنساش انني نذكر كاين بعض الفنانين اخرين هنايا اللي ربما ما مبرمجينش، وكنتمنى ان كل شيء غادي يساهم، لان هذا حفل ماشي ديال واحد من واحد من تازة، هذا حفل توازة، يعني كل شيء غادي يساهم. وكاينين مثلا هنا سي الحاج قيدوم الفنانة ديال تازة، دابا خصنا نقدر من واحد من القيدومين ديال الفنانة ديال تازة، الحاج نور الدين العماري اللي حتى هو شي كبير بالنسبة لنا، خصنا. وكذلك الفنان الكبير والأستاذ العزيز سي حميد السليماني حتى هو حضور معنا هنايا، وإلا ما شفت شي حد خور في الظلمة الله يخليكم على راسي وعيني. أنا ما عرفتش واش لازم إلا بغيتو نبدا الحفل أنا، وهذا غادي يكون شرف ليا، أو نبداو ككل بدون بروتوكولات. We'll be right back.
يا ذاك الإنسان عازم فين الهمة والشان النخوة والتيهان الهمة والشان النخوة والتيهان حالك موت وعليا الله يبيك يا ذاك الإنسان وعندي قلب حنين يهرب منك لين عندي قلب حنين يهرب منك لين وعصفات فيه الموج وصبح مملوك الله الله يا ذاك الإنسان يا ذاك الإنسان على سنتي النخوة والتيهان حالك موت وعليا ما يديك يا ذاك الإنسان لا 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 عروسة ويا ليلى
شكرا 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 الآن مع نوع آخر ومع نغم آخر، نغم يأتي من جبال غياتا، فرقة مريضة برئاسة السحيمي. هنيئا لعريسنا وعروستنا، تبارك الله عليكم، هنيئا لكم جميعا، الصحة والعافية طول العمر إن شاء الله جميعا، هنيئا لكم. والآن تابعوا معنا كشف الحساب. على نفقات وعلى
ميزانية تنقص بمداخلها ومصالحها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدورنا في شركة تازة التنمية نشكر الجميع الصوت على حضوره هذه الجلسة التي نتمنى من خلالها أن نتواصل مرة أخرى في إطار تتبعنا وتقييمنا لتجربة العرس الجماعي لتازة. وفي إطار الشفافية والوضوح الذي تعهدنا به في مكتب الشبكة، سنحاول اليوم إطلاعكم على أهم المداخيل أو على كل المداخيل والهبات ثم المصاريف. فنبين لكم أولا المداخيل. بالنسبة للمداخيل هناك عدة مساهمات، منها العين ومنها المال. بالنسبة للعيني الإخوان كاين اللي ساهم معنا بشكل يعني مول شي حاجة، شرا القطار ولا شرا الثلاجة ولا شرا كذا مباشرة من عنده، ما عطاناش حنا الفلوس. وكاين اللي ساهم معنا ماليا، أي توصلنا نقدا للمساهمة ديالنا. ففي هذا الإطار المجلس البلدي لمدينة تازة أعطانا 9 مليون. الإخوان اللي صحفيين ولا شي حاجة ممكن يسجلوا هذه الأرقام هذه حتى نكون بإذن الله متواصلين في الإطار. المجلس البلدي لمدينة تازة 9 مليون. المجلس الإقليمي 3 مليون، 30,000 درهم. محسن أحد المحسنين ساهم بشكل عيني باقتناء 20 ثلاجة من النوع الصغير 170 لتر و 20 تلفازة من النوع ديال 21. إخواني الحسن اللي داو راهم عارفين التلفازة ديال هذا المحسن هو يعني نذكروا به حنا من واجبنا اننا ربما ما نذكروش، ولكن انسى جاء الوقت اللي بين قوسين استشرناهم واش نذكروا سميتهم او لا فقالوا اننا نذكروا سميتهم. فشركة الهمس للتجهيزات والبناء، شركة الهمس للتجهيزات والبناء ساهمت بما قدره 54,000 درهم بشكل عيني. ذاك الثلاجة وذاك التلفازة فاش جمع له السيد اللي اقتنع عليه ذاك الشيء قال له غتعطينا 5,400,000 فرنك خلاص ديالو. المحسن الثاني وهي عائلة الحاج دريوش ساهموا عينيا بما قدره 11,000 درهم، تم اقتنارها عبارة عن قطان والقميص والجلباب والفولار والحناء زائد الصابون، هذه العرسان كلها العرسان. المحسن الثالث هادو يمكن نذكر الاسماء ديالهم كاملين ما كاين حتى مشكل. المحسن الثالث السيد خالد حجاج رئيس غرفة التجارة والصناعة 4,000 درهم. السيد محمد البريهي 3,000 درهم. السيد عبد الخالق القروطي 2,000 درهم. ثم منحة أو مساهمة إضافية من طرف شبكة تازة التنموية تقدر ب 26,000 درهم و 920. 26,000 درهم و 920. كنا نعرضوا هذا الشيء بالاورديناتور ولكن ما فيها باس، غير نقراوه واللي بغى يسجل ممكن حتى مشكل فرنسي. دونك هذو المداخيل. المداخيل بلغت 220,000 درهم و 920، بمعنى 22,018,400 ريال. 22 مليون و 18,000 ريال و 400 ريال. فهمت؟ هذو المداخيل. الان غادي نمشيو للمصاريف. المصاريف لمن اراد ان يطلع على الفواتير او على الناس الاخوان اللي كانوا مكلفين بالماليه ديال العرس، لان انا بوصفي امين المال تم تكليف ناس اخرين كلجنه ماليه مختصه اللي هو الحاج السي محفوظ تكلفوا بالماليه ديال العرس خصيصا لكي تدقق الحسابات. نوعيه المصاريف الاولى البدل زائد جلابيب العرسان، القيمة بالدرهم 17,810 ديال الدرهم. كاينة لا فاكتور 1,700,000 فرانك و 800 درهم و 10 درهم.
ممول الحفلات تريطل 50,000 درهم، هناك كذلك فاتورة. ثلاثة فرق موسيقية، جوق زائد دقة زائد اللحن، أنتم شاهدتم هذا في السهرة، 7,400 درهم. الصوتيات لاسونو زائد الفيديو 6,000 درهم. مزينات العرائس النقافات بين قوسين 21,600 درهم، 2,160,000 فرنك. 19,000 طبق لكويزينير اللي تعطاو لكم العرسان 28,000 درهم و500، 2,800,000 فرنك و50,000 فرنك. 19,000 استقبال البارابول ريسيبتور، ماشي الصحاب ريسيبتور، 4,750 درهم، 94,000 ريال، 95,000 ريال. لافتات رقمية زائد لافتات مكتوبة زائد تزيين المسبح 3,724. حلويات زائد عشاء وعشاء ليلة الحمام 3,600. هاتف زائد بنزين زائد أجرة السائقين زائد الأمن 4,930 درهم، بمعنى 98,000 ريال و600 ريال. لوازم الحناء زائد الحصانة ديال العرسان 1,606 درهم، 32,000 ريال و120 ريال. مساهمات هذه ديال شركة الهمس، مساهمات شركة الهمس 54,000 درهم، هذه اللي ذكرنا أنها تعطات عينية ضروري خصها تدخل في المصاريف. مساهمات عائلة الدريوش 11,000 درهم. ثم الكوتشي، الكوتشي اللي خدينا فيه العرسان 1,400 درهم. ثم الخيالة يعني راكم عارفين انتم ما معنى الخيالة، الحصان اللي كنا عليه 1,600 درهم. ثم المصور 1,200 درهم. ثم لي كوبي او النسخ ديال السي دي والدي في دي 800 درهم. اللي نخلصها في الاخير الى ان المجموع هو 220,920 درهم، بمعنى 22,920 درهم، بمعنى اللي تخدم من هنا تكب هنا. ايوا هذا 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 في تقديري تقرير مالي ولجميع الاخوان صحافة وعرسانا واعضاء داخل المكتب وخارجه، انهم من حقهم يجيوا ويسالوا، لاننا مع الاسف الشديد اقولها وبمراره، اخوان المكتب المسير بذلوا جهدا كبيرا، بذلوا واحد المجهود الاخوان. الله سبحانه وتعالى كيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاخوان بمراره كبيره نهار العرس سالينا مع 4 الصباح وهزينا ذاك الكراطن ولينا الحماله، هزينا الكراطن ديال الثلاجات وديال التلفازات وخديناهم لواحد الكراج ديال واحد المحسن عطاه لنا بليزير، خديناهم لتما وحطيناهم تما وتعبنا لهاد المساله هذه، وقلنا للاخوان العرسان مع الجوج اجيو تاخذوا المسائل ديالكم، ما نعسناش في خاطرنا، كنستعملوا وسائل النقل ديالنا الذاتيه، طوموبيلات اللي ما عندوش طوموبيل كيشد الطاكسي، مشينا وكنفرقوا حنا فرحانين بزاف على اننا نجحنا العرس ديالنا، لكن للاسف الشديد حنا كنفرقوا عليهم. واقسم بالله انا شخصيا لانني صدمت شخصيا بهذا الامر هذا، حنا العرق كتصبم من هنا عندنا، والاخوان العرسان خداو المسائل ديالهم وداروهم في الهوندات ومشاو كيجتمعوا، داروا واحد اللقاء بيناتهم واحد 4 ولا 5 ولا 6، فتلقوا واحد المعلومه ان كاينه خصنا نكتبوا رساله لمن السيد العميل على اساس راه خصهم يعطيونا 1,000,000 لواحد، راه جاتهم 1,000,000 لواحد خصها تزاد لنا حنا. ف لو كان ما الاخوان حق شخصيا انا ما ضبطتش الاعصاب ديالي لانني ربما نتصرف شي تصرف غير معقول، غير معقول واتحدى الجميع، لكن الاخوان ضبطوا قال لك هذا هو المسار ديالنا
وضروري تحمل العناء والشقاء، ما كاين حتى مشكل، ولكن عيب عيب ايها الاخوه. شوف نتحدى العماله هي قدامكم، ماشي والبلدي والمجلس. لا 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 ماشي كلشي، ماشي هو كاع غير شي ستار. قلنا حنا 64 الناس، قلنا حنا 64 الناس. لا 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 لا، غير بعض الاخوان، انا اقول بعض، وحتى ذاك البعض ربما غير تجرب. انا اقول اتحدى الجميع. الحمد لله الشبكه تعمل في الوضوح، في وضوح كل شيء. العمل حنا مستعدين، رئيس المجلس حنا مستعدين، رئيس الغرفه حنا مستعدين، اي واحد عطانا شي درهم ومدينين ليه بها نحن مستعدين، والله سبحانه وتعالى هو اللي غيخلصنا. اما الكلام غير نترباو تربيه حسنه، نترباو على اننا يجب ان لا نلفق للناس التهم. رحم الله عبدا الهمه عيبه عن عيوب الناس. اخوان شي حاجه تقلت نتاكد منها عاد نطلقها. حنا في المغرب المشكل اللي عايشينه هو اننا ولينا غير كنطلقوا فلان قال لي فلان فلان اه فلان تتموت عليه المساله. لا، هذا بين قوسين تسمحوا لي لانني فعلت، لكن حنا جينا اليوم باش نحتفلوا ان شاء الله. الشبكه ستستمر في نضالها وفي نشاطاتها، واللي بغى يقول خليه يقول، حنا غاديين القافله تسير والناس الاخرين راه كيديروا شغلتهم. شكرا لكم مستعدين عندكم. إلو كان غير معلومة صغيرة بقي في ملكية الشبكة من العرس الجماعي تلفاز وثلاجة وكوستيم وجلابة وقميص وتكشيطة وبلغة، هادو مازالين لأن العرس رقم 20 ما جاش، هاد الحويجات مازالين. وخا داز العرس راه كنت مفكرين داك الأخ ممكن يتصل، انا كنت في المطار ملي كان كيتصل بيا باغي حويجاتو، قلت له ابدا ما عمرنا نعطيهم لك لان التزام سينو نخلقوا واحد الحاجه ماشي هي هذيك. هذا عرس جماعي كان عليه انه يشارك مثلهم مثل الباقي، هذوك الحويجات راهم مازالين ما نعرف واش ياخذهم اخ اخر ولا انا الله اعلم. المهم هذو مازالين لان التزاما باش ما نكونوش الاخوان. الاخوان الرئيس راه في الحقيقة كاين هنا ناس اعتذر، بقي في ملكية الشبكة جهاز التلفاز زائد ثلاجة زائد جلباب ديال الرجال زائد بدلة ديال الرجال زائد قميص زائد تكشيطة زائد جلباب النساء. هذه المسألة هذه أنا كنظن يتصرف فيها مكتب الشبكة بحرية. صحيح. شوف من غيعطيها ولا يشوف باش يستعمل. شكرا. الكلمة انا غير عطيت التقرير السيد. اسمح لي بس تسمعني الله، في ذاك اللحظه فاش السيد كان بغى ينفجر على والو راه بغى يضربني انا بعدا، ولكن سامح الله مشكله، راه سامح الله راه بغى يضربني انا، حتى انا فرحت معاكم، حتى انا سالت لله، حتى انا تشرك عفوا الاساتذه كعفوا كل شيء، وفي الاخر كي هضرت معك حتى ما يديشني كتقول بعدين انت غادي ندير غادي، ولكن انا ضربت عصابي كان رقبتي على السيد، لكن سامح الله كنتمنى ما يعودش مره اخرى. هذا هو اللي كاين. اولا بهذه المناسبه السعيده انا فخور بان اجلس معكم في اطار او تحت مظله جمعيه رائعه، جمعيه تشتغل فعلا بجديه بوطنيه ومواطنه بكل المقاييس، مواطنة صالحة، جمعية شبكة تازة التنموية. طبعا في الحق كلنا تأسفنا لما حدث، ولكن أريد أن لا نتفق على أن مثل هذه الأمور يجب أن لا توقف عجلة التنمية في الاتجاه الصحيح اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وغير ذلك. هناك لوبيات مع الأسف، لوبي معروف باسمائه، معروف هو انا وقال لي معاهم نفس الشيء، حاولوا باش هذا اخترقوا فعلا المكتب نتاع نادي صابون تازا باش ينتقموا، وهذا اللوبي معروف على راسه كاين العفي بوجمعه كنقولها وغادي تنشر في الانترنت. ثم العزيز باكوش اللي ما عنده ما يعرف هكا سميتو الاخيرات ما هكا يخربق، ما باغينش يخدموا شي حاجه، ما كيخدموا ما باغين يخليو الناس يخدموا.
كذلك عبودة، هادو ناس انتهازيين وعندي ملفات تاعهم قوية، وهو مع الأسف ولكن ليس هناك أسف، لأننا كنعتبر المحرك تاع صابون تاع كما قلت كثير تاع الإخوان اشتغل بمهارة والرغوان تاعو رماد داكشي اللي استطاعوا هاد الإخوان مع الأسف رغم ما لديهم من خلل في تفكيرهم ومن حقد في قلوبهم، وكنقولها بصراحة ما كنقولش للناس اللي موراهم كاين الآخرين، ولكن اللي في 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 المقدمة عزيز باكوش طبعا هو اللي كان البارح نضم الاستنكار نتاعي ضد الفساد اللي كان في منتدى بويبلان على يد بوجمع العوفي اللي خسروا 75 مليون الان مازال ما عارفينش فين مشات، وهي باينه في الحلقه فين مشات، ولكن ما عطاو حتى شي حاجه، ما وضحوا حتى شي حاجه. هادو كتبوا مقالات لانهم علاش؟ لانهم ما استافدوش، لو كان كانوا على الطبله نتاع العوفي بوجمعه ما يهضروش. انا الان في الموقع نتاعي المغرب مستقبل عندي مقالات اللي فعلا كتطلع الفشل. نختصر الحديث، انا نقول لكم بصراحه جمعيه شبكه التازه التنمويه اعطت مثال رائع ليس على الصعيد المحلي حصاية التازة، ولا على الصعيد الجهوي، ولا على الصعيد الوطني فحسب، وإنما على صعيد أوسع سيصل صداه وفعاليته إلى الخارج، إلى الإخوان المغاربة في كل مكان من العالم. ونادي صابون تازة هو في الحقيقة توأم، وإن شئنا التدقيق فهو ولد تحت جناح جمعية شبكة تازة التنموية، ونحن فخورون بذلك، ولن يضيرنا أن يقف لوبي صغير لكي يكسر، لأن الهدم سهل ولكن لن يستطيعوا أن يهدموا ما يبنيه الأخيار. ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. ولتوضيح المالية، وهي كما تقول ولنا الكشوفات ولنا الفواتير ولنا كل شيء لها، مرحبا بكل واحد حتى واخا ما يكونش لاعيز لا والو، بغى يعرف شنو كانت شبكة التازة مرحبا به، نديرو موعد ونتلاقاو ونجيبو له كل شيء فواتير ويشوف مع راساتو ويقاد ويحسب بالستيلو وبالكابيلاتريس والدنيا هاي. علاش؟ إن حنا باغيين نفرحوا بهاد الناس، حنا بغينا نفرحوا بكم وفرحنا بكم ورحنا كنفتخروا بكم. انت الان حنا قلنا غادي نعطي لكم شي ديال، غادي قبل هذا الشيء غادي نديروا شي تسريبات ندير شي كويزات هكذا على الشباب ونعطيكم شي ديالكم وشكرا لكم. الاستاذ الكبير حضر. وعلى العموم هي جلسه اخويه في المقام الاول، يعني ما عندناش شي جدول اعمال، حنايا فقط جايين نجلسوا مع الخوت ديالنا فقط، نشربوا شي كويزير اتاي والخوت ياخذوا هادو السيديات اللي فيهم الفيديو فيهم التصاور ديالهم، غير فقط هاد الشهور ديال الفرق راه كانت مقصوده، ماشي انا سيدي هذا الشهر كانت مقصودة، أنا ما أعطينا لكمش هذا كانت مقصودة، ماشي هكذاك سعيد كانت مقصودة. لماذا؟ لأن كانت انتخابات في الوسط، كانت انتخابات البرلمان، حتى باش ما هذا عمل لله باش ما يضيع شيء في العمل الانتخابي ولا هذا. وحنا شبكة ديال الجمعيات من طبيعة الحال، واحد مجموعة ديال الجمعيات، في كل جمعية واحد مجموعة الأشخاص، وهاد الأشخاص حقهم يرشحون فلوسهم تاهما في الانتخابات الى غير ذلك، ولكن هذا العمل يبقى مستقل على بعيد على هذاك الشيء كامل، يعني كان عمل مقصود، هذا هو اللي كاين. بطبيعه الخير في وقتاش ما جا ينفع، نتمنوا لكم ان شاء الله تعرضوا لنا الاسبوع كما قلنا لكم المره اللي فاتت. شكرا بالسوء تاعكم ذاك 200 مليون اللي جمعوا قسموها بيناتهم عاد رجعوا للقاء، لان راه وصلت القوات بقات كتزاد وصلت لنا 200 مليون اللي دينا وحتى قسمناها وسالينا عاد ديك الساعه ولينا رجعنا. ايوا راه نفس الشيء اللي قالوا في نادي صابون تازه، قال لك جلود كذاك خدا 8 ملايين تاع الدعم ومشى هرب، وحنا مازال عندنا العجز. نعم تفضل، تريد ان تقول كلمه؟ لا
غير تسلم غادي تسلم غير بالنسبه الاخوان بالنسبه للسديات كاين سيدي ديال التصاور فيه تقريبا شي 900 تصويره ولكن مشتركه ديال كلشي وكاين واحد ديال الحنه واد وديال العرس كاينين ثلاثه ديال الديفيديات راه هادشي طويل كاين الواحد والجوج والثلاثه والحنه ها هو راه باين صافي ديال خمسه السديات الكل عرس وعرس بارك الله عليك يا السديات شدي مهمتك ها خمسه ديالك صحة كنديري فيه ربما يكون جديد الجاي ها جديد الجاي نسمعوا الكلمة ديال السي عسلام الله يعطيكم الصحة. قالوا لي السي عسلام انه يدير راه يقول شي حاجة. أخي أولا أنا بغيت بصراحة أنا الكلمة ديال الإخوان اللي سبقوني كانوا فيه من كفاية. كل ما هناك هو أنه كنتمنى لهذا الجمع الكريم واحد السنة ميلادية سعيدة جدا مملوء إن شاء الله بواحد المفاجآت السارة. ومني كنقول المفاجآت السارة معناه في المال وفي الصحة وفي المواعيد اللي هي سارة وفي المحبة وفي الرزق واحد العدد ديال 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 الأشياء. بصراحة أنه كيشرفني نكون مع هذه الجماعة لسببين. السبب الأول هو أولا هذه الجمعية عبرت على واحد الشفافية. أنا جيا خلي السبب سلام الله سلام الله حنايا كندرت شفنا هذا الشيء عادي ماشي الجدية ديال الجمعية كتظهر من خلال قلت جوج ديال النقاط الأساسية. النقطة الأولى هو أولا تأثرت بما قيل وما نشير وما كذا هذا شيء طبيعي. والإنسان ملي كتكون عنده واحد النفس وواحد الإيقاع ديال الاشتغال قوي فيه الخير للجميع والجماعة كيبغي يبين يعني الأمور اللي هي تثبت درجة ديال المصداقية ودرجة العمل ودرجة الشفافية إلى ذلك. وإذا في هذا المعيد حاولوا الإخوان فيه يعرضوا يعني المصاريف والمداخيل وكيفاش مشات الامور كيف تم تدبير هذه الاجواء هذه بكاملها فشكر الله لهم كانوا في المستوى ديال المعيد شفناهم صراحه كيفاش استطاعوا انهم يسمحوا في الابناء ديالهم في الانشغالات ديالهم يوجهوا الاهتمام والعنايه
واحد الشريحة مهمة اللي صراحة كتستحق منا الشيء الكبير، فلا الجمعية ولا المجتمع ديال تازة ولا الناس اللي دعموا هذا النشاط فكانوا في مستوى أنهم قدموا واحد اليد ديال المساعدة لفائدة واحد الناس كانوا محتاجين اللي دعمهم واللي يمكنهم بناء واحد الأسرة وبناء واحد المستقبل. وبالتالي فهذه عملية اللي هي كتدخل في إطار يعني عين عقل العمل الجمعوي وعين عقل العمل الإنساني. فمشكورين الإخوان في جمعية شبكة تازة التنموية، وإحنا في المدينة ديال تازة كإعلاميين نحترم أنفسنا صراحة، نفتخروا بهذا الإطار الجمعوي واللي فيه من خيرة الأبناء ديال مدينة تازة واللي هم غيورين واللي هم مترفعين على هذا ربما هذا العيوب اللي للأسف أنه لصيقة بالمجتمع ديالنا واللي عادة كنربطوها بهذا النوع من الاختلاسات اللي هي كتكون مبطنة ومبتلفة غير معروفة إلى ذلك. فكنظن أن الجمعية عطات واحد الصورة اللي هي صورة يعني طريق واحد المجتمع مدني في مستوى التحول ديال المغرب وفي مستوى المرحلة الجديدة، وبالتالي استطعت أنها تخلق مواعيد اللي خلات صدى على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي بل على المستوى الدولي. مشكورين الإخوان جمعية شبكة تازة التنموية، وكنتمناو لجميع التوفيق وكنتمناو للعرسان ديالنا أنهم يكونوا في المستوى ويتمناو يكونوا إن شاء الله. سمحوا لي رد على الإخوان ديال الإذاعة بين قوسين. ألو السلام عليكم. نعم أختي صافا بخير. لا غير عطيني أختي واحد الخمسة دقائق وأنا ندوز الطومبي نعطيكم هذا المراسل. لا عطيني واحد الخمسة دقائق. خمسة دقائق وأنا ما وصلت الطومبي. يلا داكور أختي يلا كمل. إذا فبصراحة كما قلت لكم كنتمناو لهاد الإخوان جميعا للناس اللي في الشبكة ديال تازة التنموية وللإخوان اللي استافدوا، وكنتمناو أن هذا القطار ما خصوش يوقف السي الحراق. هاد الأمور هذه عادة كتكون يعني الغرض منها هو إحداث واحد النوع ديال التعثرات وملء الإنسان بواحد النوع من ثقافة التيئيس وإظهار الإنسان بأنه عنده ربما نقاط ديال الضعف وأنه غير أهل وكذا. بالعكس فكاين تقدير ديال الجميع، كاين تقدير ديال المدينة ديال الشعب ديال المدينة تازة ديال المكونات المجتمع المدني ديال الناس الصحافة اللي كيحترموا أنفسهم. فأنا كنظن أنكم خصكم تستمروا وهذه المواعيد اللي أسستوها خصها تبقى مستمرة، والمدينة ديال تازة دائما كتضرب معكم موعد في نهاية كل ربيع بداية كل صيف. فمشكورين تبارك الله عليكم وهنيئا لكم، والإنسان خصو يترفع ويكون كيشتغل لفائدة البلاد والعباد. وشكرا. شكرا. إلا سمحتوا واحد الكلمة بالنسبة للسيديات، هذه غير باش نرطبوا شوية الجو لأن هذا في الحقيقة لقاء مبارك وتبارك الله العرسان والعروسات نتاعنا. في الحقيقة الصورة كتلعب من قديم الزمان كتلعب دور مهم، ويكفي أننا نذكر قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلهذا أنا كنصحكم العرسان ويعني الأزواج تبارك الله عليهم اللي بداوا حياتهم نتمنوا تكون دائما سعيدة يتهلاو في هاد السيديات، ومرة مرة وخاصة شي شوية تاع راك ما عارف بطبيعة الحياة فيها الشتاء فيها البرد فيها الصيف فيها الخريف، جبدوا التصورات جبدوا السيدي قولوا اجا فلان الله يخليك عين الله يخليك خلينا الله يخليك بعدنا شوية على ديك الفترة السعيدة يلا نشوف اش غادي ينفعوكم. كونوا متأكدين أن الإنسان دائما كينسى من طبيعته النسيان، فلهذا منين تجي شي مرحلة شوية بحال كي تعثر مع الظروف الحياة كيخصو يرجع للحظات السعيدة. ولهذا أنا كننوه بهذا العمل اللي قمت به الجمعية جمعية شبكة تازة التنموية، لأنها في الحقيقة بعيدة النظر وهي ما خلت شي حاجة مما يجب فعله. شكرا لها وشكرا لكم، وجزا الله الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عطينا هنا شحال من سيدي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 13 هما اللي هنا حاضرين، وآخرين الحاج حتى داك المساهمين خصهم السيديات فقط.
لينا الاخت انا عاد شفت كلابات سلام لاباس بخير الاخت عائله الدريوش ياك لا ضروري نعطيو لكم سيديات استاذ لا انا الواحد شي واحد من كاين شي واحد من كلاترا كيما هي لا نحاول نديرو نحاول نديرو سيديات خاصين لا جاهزة